تخيلوا يا جماعة لتر البنزين يمشيك 21.7 يعتبر ممتاز بلس. تخيلوا سعره 68,350 ريال شامل الضريبة واللوحات. حجم مكين 1200 سي سي 3 سلندر تعطي قوة 87 حصان والعزم 113 نيوتن. ناقل حركة سي في تي بنظام الدفع الأمامي. مثل ما ذكرنا لتر البنزين يمشيك 21.7 يعتبر ممتاز بلس. هذه تويوتا رايز فئة الستاندر 2023. مقدمة السيارة الشمعات الأمامية هوليجين فيها الكشاف هوليجين الشبك وعلامة التويوتا. جنط مقاس 16 هذا شكل الجنط. الإشارات في المرايات الجانبية والمقابض بنفس لون السيارة. خلفية السيارة اسطبات خلفية LED فيها الحساسات الخلفية والكاميرا الخلفية. الجناح مع علبة الفرامل فتح الشنطة الخلفية يدوي. هذه مساحة التخزين في الخلف ما شاء الله. فيها إضاءة هوليجين. هذه مساحة الجلوس المقاعدة الخلفية للسيارة فيها حامل للأكواب. المقاعد مخمل جايب اللون الأسود. نافذة السائق أوتو في الطلوع والنزول والتحكم في المرايات الجانبية كهربائي. فتح لمبة الضباب الخلفية وفتح وإغلاق مانع الانزلاق. حساس الكفرات. جهة اليسار حامل للأكواب وفي جهة اليمين. هذا دركسون السيارة. في الجهة اليسار التحكم في الأوامر الصوتية وهذا طبلون السيارة ما شاء الله. شاشة تدعم نظام الأبل كاربلاي والأندرويد أوتو وهذه الكاميرا الخلفية للسيارة ما شاء الله. التحكم في أوامر التكييف مساحة تخزين منفذ USB منفذ 12 فولت شكل ناقل حركة في المنوال هاند بريك يدوي مساحة تخزين التكاية في النص ومساحة تخزين وفي السقف إضاءات هولوجين. سيارة اقتصادية بسعر منافس.